يجب أن يترك لاعبو مكابدة تكمل الحكم وينتبه إلى المباراة. حنان أسد، دورونش كنازي لربما الآن ضربة نحو صندوق الجزاء، الآن تسديدة من طرف زيداتي إلى الخارج. إذن أعزائي انتهى الشوط الأول من مباراة مكابي دارة الكرم أمام عيون النيشر بتفوق نيشر بالنتيجة 1-0 من هدف لأوربن حيمو في الدقيقة 15، ونيشر استحق هذا التفوق على مكابي دارة الكرمل. مكابي قدم كرة قدم ضعيفة للغاية، وسط الملعب ضعيف، لا توجد هجمات من الأطراف، وبهذه الصورة مكابي لن يصل إلى أي مكان في هذه المباراة. شوط أول مكابي 0 عيون النيشر 1. سنلقاكم بإذن الله في الشوط الثاني. أجمل تحيات منعم حلبي، وعودة إليكم مع المقتطفات من الأغاني من راديو الجبل. أجمل تحيات، نيشر 1 مكابي دارة الكرمل 0، نهاية الشوط الأول.